فاولا انا كنشكر حقوق الانسان ديال المحمديه على هذه المبادره ديالهم، لانهم كانوا عايشين معنا على قرب، شافوا الوضعيه ديالنا المزريه اللي كنعيشوها حوالي دابا حنا غاديين شهر ونص هذه الوضعيه اللي كنعيشوا، راه شافوا كلشي عن قرب. الناس اللي جابونا هذه الاعانات جزاهم الله خيرا في هذا الشهر المبارك. نبغيو نعرفوا فين وصل الملف ديالكم. الملف ديالنا باقي كيتراوح مكانه، مازال في السيفزازات، مازالت كاينه. راكم كتشوفوا دابا كيجيب لهم كميرات، خاصكم تصوروهم لينا هذوك الكميرات اللي كيجيب داك السيد كابوس، ديما السيفزازات من الصباح حتى العشيه. المسائل هذه كنشوفوا حنا بحال راه عايشين باقي في الصومال. السيد هذا رجع لنا واحد القرون الوسطى اللي قطع لنا الماء والضوء، واحد محسن صاحب الدكان هو اللي قايم لنا، عطينا الضوء عطينا الماء عطينا جزاه الله خيرا. سبع سنين دابا انا فاتي. سبع سنين هذا. يعني كي كتشوف هذا التضامن من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة لعدد من المحاميين اللي اليوم جاو كيأجروكم في هذه الوقفة ديالكم. أي كنشكرهم أسيدي أحسن شكر. هذا الشكر عندهم أسيدي وهذا المعامل اللي كيتعاملوا معنا وديما قراب لينا. يعني احكي للمشاهدين الوضعية ديالكم طيلة هاد الشهر ونص هنايا، كيفاش كتعيشوا؟ كيفاش كتواصلوا مع العائلات ديالكم؟ الوضعية سيدي ما فيها ما يتشافر، حنا كنديروا من جانب سيدي العذاب ومن جهة السيد كيعذبنا وكيكرفصنا وكيتهدد علينا. هاد السيد سيدي كيتهدد علينا ديما وكيجيب لنا الكميوات من السنترات كل شيء يبغي يعمر صحة ويجيب سيدي عامل قدائل كيتهدد علينا وكيكرفص علينا. الوحدة والتضامن بغينا يكون يكون، الوحدة والتضامن بغينا يكون يكون. هذه العقبات ان كنشوفوا بعدناج اطراف طرف، حنا راه هضرنا ومن خلال الحوارات اللي كانت عندكم معهم كيقولوا لي هما مستعدين يرجعوا للعمل ديالهم. الطالب الوحيد هو ان الوضعيه ديالهم تسوها من ناحيه السيكولاريزاسيون ديالهم، من ناحيه الصالير على الاقل يكون عندهم سميك وعندهم. ومن جهه اخرى كيقول الطرف الثاني بانه هو ما باغيش يرجع للناس للخدمه ما فهمش انا التغيير ديال المواقف. إلا كانوا الأطراف جوج بها عن استعداد باش يجلسوا على طاولة ويلقاو حل، راه كنظن هذا هو أحسن، لأن حشومة أن دي زوتي ديال البرودكسيون بحال هادو يبقاو واقفين، ألوغ في الجهة الأخرى كاين الناس السواعد اللي باغا تخدم وما كطلب غير أنها تخدم، وكنشوفوا كما شفنا لاحظنا راه جايين الناس من جهة أخرى باش يخدموا، هذا حتى هو رمس بالحقوق ديال الناس، لأن الإضراب حق مشروع وما عندناش حق نهرسو إلا لو دوزنا بواحد المصادر اللي ما كنظنش أنها تبعت. دونك أنا كنظن هذا المسلسل ديال التعاسه ديال الناس غادي يقدر يزيد يطول، لان الجهه الثانيه مازال ما وصلتش للمستوى اللي غادي يحاول يجلس باش يلقى حلول جذريه. ولكن هنا اللي كنظن احسن حاجه اللي شويه كتلج الصدور بالاخص في هذا الشهر الكريم هو ان المحسنين اعطاهم الله والناس مستعدين باش يدعموا هاد الاخوه هادو. وكما كنشوفوا هنايا اليوم كاين واحد التضامن كبير من العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان. نبغيو نعرفوا واش عندكم شي نداء الشركه هذه. هذا الشهر الاخرى بدل ما عين تاع الخلاف نحاولوا نلقاو حلول، لان عيب ان خوتنا كيجلسوا هنا في عراء بلا مشروب بلا اناره بلا هذا، وهذا شهر ديال الغفران. انا كنظن الا كان شي حاجه هو ان الانسان يراجع نفسه ويحاول يلقى ولو كان من كل عداوه كاع، وادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي. هذا شهر الغفران، حاولوا نلقاو شي حاجه اللي ترضي الرب قبل ما ترضي العبد. اذا شكرا على الكلمه. سوا اليوم سوا غدا والحقوق ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا والحقوق ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا والحقوق ولا بدا، سوا اليوم سوا غدا والحقوق ولا بدا. الملف ديالنا مازال ما وصلش لشي، ما كاينش فيه شي تطور، باقي واقف جامد. كاين تعسفات مازال كتلحقنا تعسفات من جهه المسؤولين. ممكن اخر تعسفات؟ اخر تعسف ديال اليوم هو انه جاب معاه العون القضائي وجاب كاميونات باش يدخل باش وناس اخرين من غير العمال ديال الشركه باش يدخلوا ويدوروا وتستأنف العمل، ماشي بالناس ديالنا حنايا، بعمال اخرين. عمال اخرين يعني. وكي كان الوضع؟ بطبيعة الحال كرفت من جهتنا. إذا مرة أخرى أشنو هو الطلب ديالكم لرب هذه الشركة هذه؟ أشنو اللي تقولوا لي؟ ما كنطلبوش منه شي حاجة كثيرة، كنطلبوا أبسط الحقوق. أبسط الحقوق، مازال ما وصلناش أننا نطلبوا زيادة في لي سالير ديالنا، ولا نطلبوا بالترونسبور، ولا نطلبوا أبسط الحقوق، وهو أنه يرسم الناس ويرجع الناس المطرودين ويحاول يعطي المسائل الإدارية القانونية. العدد المطرودين شحال العدد ديالهم؟ العدد المطرودين 10 ديال
15 فرد. 15 فرد. يعني واللي نعاودوا نذكروا للمشاهدين اللي باقي ما عارفينش المشكله ديالكم، شحال العدد ديال العمال اللي دايرين هذا الاضراب المفتوح للعمل؟ 143 عنصر. 143 نعم. عنصر. 143. يعني كي كتشوفي المؤازره اللي كتقوموا بها بعض الجهات وبعض الجمعيات؟ الحمد لله كنشكروا مستوى الجهات الدار البيضاء الكبرى. كنشكروا العصبه الوطنيه المغربيه لحقوق الانسان، وكنشكروا الناس ديال الجامعه المغربيه لحقوق الشغل. كنشكرهم بقوه، وكنشكر حتى الاخوان اللي معنا لانهم صامدين ويد وحده، والله يعاوننا على الله يبين الحق. حتى من العمال ديال الشركه ديال ديما غاز اللي تقريبا هذه شهر ونص دايرين واحد الاضراب مفتوح للعمال، نبغي تشرح لنا الوضع ديالك هذه شهر ونص وانت هي كنتي هنا. الوضع ديالي الشركة. لا يوسع، يعني العائله كتسناني انني نجيب لهم، يعني كيتصنوا فيا يعني وانا اللي كنخدم على قبل عائلتي، وانا باقي لحد الان باقي يعني الوضعيه ديال الاسره ديالكم ماشي ولا بد، العمل ديالك في الشركه هذه ضروري ضروري. شرح لنا شنو اللي كيوقع معك اثناء هذا الاضراب المفتوح؟ خدام في الشركه، كنخدم في واحد الخدمه اللي كل ساعه كل نهار كل نهار في البوست، يعني كيتكرفس عليا كيلوحني للسولي، كيلوحني للاداره، كيلوحني للارشيف، كل نهار كيلوحني في البوست. والثمن شويه ناقص شويه، كان في الاول كاين ليا تقريبا 1000 درهم، ودابا كيعطيني دابا لحد الان كيعطيني سميك، ولكن راه مازال كيتكرفس هو التكرفيس، يعني ما زادني وزادني في التكرفيس اكثر. اذا الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا هو انه يسول الوضعيه ديال العمال كامله. اييه. منهم انا و تقريبا 147 شي كنتمناو نرجعو نخدمو كيما كنا، وحنا كنطالبو المطالب يعني مشروعه، يعني راه عندكم نبغيو تشرحوا للناس اللي كيشوفوكم الوضعيه ديالكم في هذا الشهر الكريم رمضان. الحمد لله. كدوزوا الاضراب ديالكم هنايا قدام الشركه؟ كندوزوا في اجواء مزيانه يعني متضامنين بعضياتنا. الحمد لله. بعدا كاين الناس كيجيبوا لنا المعاونه، كاين تضامن من خارج الشركه. من خارج الشركه الناس كيجيبوا لنا الفطور، كيجيبوا كيتعاونوا معنا، وحنا مستمرين الحمد لله بفضل الله. هو يكون الله يفرج الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا حق الشعر والوطن ما لهم خبر. وهنا عندنا بيوت، في هذه البيوت هنايا كساكنين فيهم قطع لينا الماء والضوء والكهرباء، يعني الناس من يوم تاول الكهرباء والماء مقطوع. من نهار درنا الاضراب واحد 10 ايام بحال هكا قطع لينا الماء والضوء، الناس دايره الشمعة وباركة هنايا البيت. اش غنعاود لك، كاين الناس اللي كتعيش فيها عشرات الناس مزاحمين، واحد الحاله لا يرثى. يعني كي كتكون الحاله ديالو حنا دابا في فصل الصيف والحراره، شرح المشاهدين شنو كاين الحاله؟ اش كتكون دبانه والزامط على في القرعه والزامط. هاد السيد هذا راه طاغي زعما، كاين طاغي واحد الطغيان لا حول ولا قوه. هاد البيوت هادو اصلا تابعينهم للشركه، تابعين للشركه، عاطينهم لينا ساكنين فيهم. ملي كنخدموا كنساليو العمليه ديالنا كنجيو هنا نسكنوا في هاد البيوت. على ديك العمل بغينا نعرفوا عدد الساعات اللي كتخدموا فيها في الشركه. عدد الساعات يعني هو اش نقول لك، وقت عدو غير محدد، يعني غير وقت ما بغاك يجي يفيقك، يفيقك في الليل يقول لك تعالى راه عندي بونات، عندي شو واحد الوقت ما عدوش هو كاع الوقت. يعني نقدروا نقولوا واش كتزيدوا ساعات اضافيه؟ ها؟ كتزيدوا ساعات؟ كنزيدوا ساعات، كنخدموا حتى لحد كاع لحد كنخدموا. وكيتم التعويض ديالكم على هاد الساعات؟ التعويض كتخدم لحد 8 السوايع عادي. كتاخذوا واحد لافيش كيثبت انكم ركزتوا هاد الساعات؟ في الايامات ديال النقابه ولينا كناخذوا التعويض ديال ومن قبل؟ من قبل ما كانش، كنا مهضومين الحقوق ديالنا، يعني الانسان كيمارس الحقوق ديالو يعني باش كتحسوا انتم خرجتوا في النقابه وكتدافعوا على الحقوق ديالكم؟ يعني حسينا من جهته هو، حسينا بحال السيد راه صافي ولا طغى علينا، يعني ولا هو كل شيء، هو كاع السيد ديال النقابه ما عندي ما ندير بها، وانتم ما عندكم ما ديروا كاع، ما عندكم ما. اذا اش هي الشروط ديالو هو باش ترجعوا للشركه والعمل؟ الشروط ديالو هو قال لك باغي نحبس انا الانسان. الشروط ديالكم انتم؟ الشروط ديالنا هنا الشروط راه عاديه، يعني ميلف مطلبي ما فيهش كاع، تحس الفلوس ما كايناش فيه، فيه الترسام وتسويه الاوضاع ديالنا الاجتماعيه في الاداره. المهم كنوجهوا نداء لجميع المسؤولين يشوفوا من حالنا. الصراحه راه حنا
مألمين بزاف، وراه شهر الغفران هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وساكنين في البيوت كيجي يتقطع لي أي وقت نمشيو نخدموا، والسوايع ما كنخرجوش فيهم. وخويا خدم 7 سنين خدام الليل والنهار 24 ساعة 24 ساعة وصيفطو، والمدير قال لي كاتوقف ليا الخدمة عمدا وصيفطو، ما دات داريا ما خدات داريا ومشى للدار ما عطاو لا تعويضات. إذا مشي كلم صاحب الشركة، صاحب الشركة تعدى علينا واحد ما لا إله إلا الله. قضاء حق الشعب وما صار معكم خيار.